لقاء السيدة الأولى للولايات المتحدة مع الطلاب التشاديين بدولة الصين بحث الأوضاع الدراسية وتقوية العلاقة بين الجامعات الصينية والتشادية. كما أكد الطلاب خلال اللقاء وقوفهم مع الحكومة والدور الذي تلعبه السيدة الأولى في ترقية الشباب والمرأة. السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو قالت: أنتم سفراء تشاد بالصين ويجب عليكم احترام القوانين بالدولة المضيفة والعمل من أجل مستقبل البلاد واستفيدوا من الخبرات الصينية، مقدمة شكرها لهم على الاستقبال وكرم الضيافة، واصفة إياهم بالطلاب المثاليين لإخوانهم التشاديين بالخارج، مضيفة بأن التعليم هو أساس الأمم ومستقبل الأجيال، ويجب عليكم السهر واحترام المتبادل بما يخدم مصلحة الجميع. وقال أحمد محمد صالح رئيس جمعية الطلاب التشاديين بالصين: إن اللقاء منحهم فرصة لمعرفة الكثير من الأمور المتعلقة بالوطنية وتغيير السلوك والتعايش مع الآخرين بالأدب والتربية التشادية الأصيلة. نشكر السيدة الأولى بهذه الملاقاة، ملاقاة هارة، يعني لاقتنا كأم وكأم لابنها، واليوم وصايا انطتنا دي من قبل كل ما لقينا في وصايا كنا ما متوقعين تأتينا من السيدة الأولى. الحمد لله علمنا قائنا وحكينا لها ظروفنا وأددنا وصايا، والحمد لله لقينا، ونشكرها على هذا اللقاء ونشكر السيد الرئيس. السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو قدمت للطلاب التشاديين الكثير من التوصيات داعية إياهم إلى الوطنية والمواطنة والتفكير بتشاد والتشاديين من أجل مستقبل واعد مليء بالرفاهية والرقي والأمن والاستقرار، لأن تشاد محتاجة لأبنائها متحدين كرجل واحد، لأن الاتحاد قوة وبالاتحاد تبنى الأمم.